بلسمي داوت روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وابن ربتة عز إخواني كلنا واحد إيد في إيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقاء عزيمة وقوة حقيقة. مفرقة والطفيلي والعدباوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشبيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. يسرنا أعزائي المشاهدين أن نرحب أجمل ترحيب بضيف جديد من برنامج هذه بلدنا، وضيف حلقتنا اليوم عيسى القاضي. بداية مساء الخير أستاذ. مساء النور، هلا شرفته. أستاذ عيسى، نحب نعرف أستاذ المشاهدين تعرف البطاقة الشخصية ومتى تأسس هذا المحل؟ المحل تأسس يعني سنتين من 14. عيسى خليف أحمد القادري، مواليد جرش ظهر السرو 46. خدمنا بالقوات المسلحة 20 سنة. بعد العشرين تقاعد سنة 82، بعدها عملت بالقطاع التجاري وماشيين من 83 لحد الآن بالقطاع التجاري. فتحنا مصانع بعمان، فتحنا تجارة واستيراد، طبعا أسواق متذبذبة عندنا بالأردن روح بتيجي. صار في مشاكل بالديون، صار لنا ديون كبيرة بالبلد، وقفنا العمل تقريبا العمل اللي هو الاستيراد، ركزنا على محلات بالمفرق قطاع خاص حتى نبعد عن الديون شوي. بالتوفيق. أستاذ عيسى، نحب نعرف أستاذ المشاهدين أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها. طبعا الخدمات بنقدمها، احنا مستوردين مباشرة البضاعة طبعا من الصين، استيرادنا بنقدم خدمات انه قاعدين ننطي المواطن هنا اقل سعر، لانها تعتبر جرش من المدن، يعني المدن اللي مية غنية وتعتمد اهلها على الرواتب، بيعتمدوا على رواتب اخر الشهر موظفين وجيش. بقى بنحاول دائما نجيب البضاعة الجيدة وننطي السعر المناسب، لان احنا مستوردين لا يوجد وساطة تجارية بيننا وبين المستهلك. بقى بالحالة هاي بننطيهم أسعارنا كويسة. بالتوفيق. هلا أستاذ عيسى، أي شركة سواء محل أو غير إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل، إيش بتواجه مشاكل في العمل؟ مشاكل بالعمل كمدينة جرش، أول شيء بنواجه عمل البسطات. البسطات متعبة للمحلات بشكل، بعدين يعني وين ما بدهم مطلقين الحرية من البلدية من محافظة، مطلوقين الحرية وين ما بدهم بضعوا بسطتهم، حتى يعني إذا بسكروا لك واجهة المحل مو مشكلة. وبعدين كلهم من أهل السوابق، يعني اللي بيحكي معاهم دغري بيطلع الشفرة. بتمنى من أخونا برهان بالعلاقات العامة يشوف موضوع البسطات في منطقة جرش. أستاذ عيسى، بدي أعرف ما هي الرؤية المستقبلية لديكم؟ هلا أكيد كل شخص يطمح يكون أحسن وأحسن، بدنا نعرف ما هي الرؤية المستقبلية. والله دائما كل انسان هذا بيطمح للمستقبل، بيحب يكبر مشروعه، بيحب يكبر اولاده. المستقبل الانسان دائما بيطمح به، لكل انسان كان صغير ولا كبير. لو اخذنا من السن عاتيا بدينا بالسبعين يعني، والحمد لله حسن الختام نطلبه الان. الحمد لله. استاذ عيسى، احنا بننعم بنعمه امن وامان يميز الاردن عن باقي الدول، ايش بتعني لك هاي النعمه؟ والله هاي كوني انا خدمت بالقوات المسلحه والاجهزه الامنيه بالضبط بالبلد، الامن نعمه كبيره. انا بعتبر في شغلتين للانسان، الصحه والامن، هذول نعمتين للانسان الله يخلقن اذا وجد عاش بحريه. كيف بيطلع من بيته باي ساعه ليلا ونهارا، تطلع بنته باي ساعه، زوجته ليلا ونهارا ما بتتعرض لاي مشاكل. يعني اذا الان اخذنا تجربه اللد على جيراننا المحيط فينا، على الدول المحيطة فينا، ونشوف الدماء والهدم والدمار، لازم نقول الحمد لله بكل ثانية، مش بالأوقات الصلاة، بكل ثانية نقول الحمد لله على هاي النعمة. بالقيادة الهاشمية طبعا، القيادة الهاشمية قيادة فريدة الحمد لله رب العالمين، الله وضعها في هالبلد حتى تحكم البلد
وتنطينا الأمن والاستمرار بالقيادة الحكيمة والفكر المنور. نحمد الله ونشكره على وجودهم على رئاسة هذه البلد اللي هي تقريبا حمة الأردن من المشاكل اللي بتدور حوالينا. احنا كرة نار ملتهبة حوالينا. الحمد لله، الله يديمها علينا. آمين. أستاذ عيسى، حبيت أسمي كلمة لجلالة الملك. ستي جلالة الملك الله يحميه، احنا نقول لك إن شاء الله ظل دائما على رؤوسنا العائلة الهاشمية. أنا عايشنا الحمد لله جلالة الملك حسين وجلالة الملك عبد الله، الحمد لله رب العالمين. وأنا وجلالة الملك حسين أكثر من صورة ماخذين، نحمد الله. أتمنى لجلالة الملك عبد الله التوفيق والقيادة الحكيمة، وهو أهل لها إن شاء الله. الحمد لله، الله يخلينا يا رب. أستاذ عيسى، بحب أعرف السادة المشاهدين أي موقع المحل وأرقام الهاتف. موقع المحل هذا بيقولوا له شارع الشعب، طبعا في مدينة جرش، مقابل الغرفة التجارية، مقابل غرفة تجارية جرش، اسمه جولدن جيفت اسم المحل. أرقام الهاتف؟ أرقام الهاتف 047-65-222. بالتوفيق وللأمام. الله يحفظك. وفي نهاية هذه اللقاء أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أتقدم في جزيل الشكر والعرفان للأستاذ عيسى القادري على تواصله ودعم هذه البرنامج. بشكرك أستاذ عيسى. هلا بيكي، حياك الله. هم